ألا يسأل عن قراءة القرآن داخل المقبرة؟ هذه بدعة بدعة، قراءة القرآن داخل المقبرة أو عند القبر هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. القراءة على الأموات، قراءة في المقابر، قراءة عند القبر، كل هذه بدع. قد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.